ختاما سنقول ولا بد، إننا متى نصبنا ورصدنا أمام أعيننا حقيقة الصيام وجوهر الصيام وروح الصيام، فسنؤدي عباداتنا والله العظيم على نحو مختلف. سيكون صيامنا أكثر متعة ولذة، سيكون أكثر اجتهادا في نهاره بملئه من الطاعات والقربات. فلا ترى الصائم إلا قارئا للقرآن أو طائفا أو مستغفرا أو مسبحا أو في شغل ببر والديه وصلة أرحامه والإحسان إلى جيرانه وتفقد المحاويج والأقارب والأباعد. لن يملأ صيامه بكثرة نوم ولا بطالة ولا فراغ. ما صام والله حقيقة يا إخوة من أدخم معدته عند السحور بطعام يظن أنه سيعيش أياما بلا طعام ولا شراب، فإذا أفطر مع المغرب أفطر على مثل ذلك، موائد ممتلئة. أصبح رمضان في تصور ناشئة الأطفال عندنا حسب ما تربوا معنا نحن الكبار أن الصيام تنوع في الموائد وتعدد في المآكل والمشارب. ما أصبحت الصورة السلبية هذه إلا بممارسات خاطئة انكفأنا عليها للأسف الشديد. آن الأوان والله يا إخوة أن نعود إلى صيامنا لنعايش حقائقه، لنتنعم بلذيذ العبادة فيه. ولذيذ العبادة ذلك السر العظيم، التقوى التي يجدها العبد في صيامه في قيامه في قرآنه. هذا رمضان يا كرام، أيام معدودات كما قال الله عز وجل، والله يوشك أن تتصرم. وحسبكم أن الليلة المقبلة هي الليلة الثالثة من رمضان. بالله هل شعرتم أن عشر الشهر قد انقضى الليلة، ونحن البارحة يهنئ بعضنا بعضا بالشهر، ولا تزال أيامه تتصرم كحبات خرز انفرطت من مسبحة تتتابع فلا تقف. وسحابة رمضان تظلنا فوق رؤوسنا، سحابة ممطرة والله مليئة بالغيث والخيرات والبركات، وإناء كل واحد بيده يجمع فيه من هذا الغيث والخير والبركة بقدر ما يقدر الله له، والسحابة ستنقضي وتنصرف هي وماؤها. فلا يراك الله إلا محسنا، سالكا طريق الأتقياء، منافسا في الطاعات، حريصا على التلذذ بالعبادة في رمضان نهارا وليلا صياما وقياما. لا يراك الله في هذه الأيام إلا ملتمسا لطاعته وعفوه ورضاه من كل باب من أبواب رمضان التي تتعدد، وسنأتي إلى الحديث عنها تباعا إن شاء الله. رمضان الذي تتصرم أيامه تباعا يودعنا عن قريب، لكن العجيب أن بعضنا سيودعه قبل وداعه لنا. من لك عبد الله أنك ستبلغ آخر الشهر، ومن لك أنك تتمه حتى تعزم أن يكون لك في الأيام المقبلة مزيد نشاط وعمل ما فعلته بعد؟ أما صلينا على الجنائز إلى العصر اليوم، وستصلون على بعضها المغرب والعشاء؟ بالله عليكم، أكان أصحابها يظن أحدهم أنه لن يبلغ آخر الشهر؟ والله لربما قد جهز بعضهم لباس العيد واشتراه وهيئه، وما ظن أن العيد سيأتي دونه. وأنا وأنت مثلهم اليوم، إذا أدركنا الليلة هل ستدرك الغد؟ أفق عبد الله وافتح عينيك، أيام معدودات، تعامل مع كل يوم من رمضان على أنه اليوم الأخير لك في حياتك. فإذا فعلت ذلك وجدت نفسك في كل دقيقة تأسف والله أن تمر عليك في غير طاعة في غير قربة. ولا تنسوا رعاكم الله، أنتم خصوصا في هذا المجلس، أنتم في بيت الله في حرم الله، جمع الله لكم بين شرف الزمان وشرف المكان. فلا يليق والله أبدا بعبد أكرمه الله بهذه الكرامات تنقضي أيامه وتتصرم دقائقه في غير منافسة في الصالحات، في غير انغماس في الطاعات، في غير تلذذ بالعبادات. مجالسنا المقبلة بعون الله تعالى هي تقليب لوجوه العبادات في رمضان، كيف نحصل فيها التقوى؟ المفاتيح بذلت لنا في الإسلام، كيف نكون أتقياء في رمضان من خلال عبادات وحقائق تؤدى؟ هناك علامات، هناك عبادات فتحت أبوابها تقود أحدنا إلى التقوى ليعيش حقيقة الصيام كما أراد الله لعلكم تتقون.